ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في رمضان في البيت على هوم سينما. النهارده هنكمل باقي فيديوهاتنا هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما، هنكمل باقي التريلرز بتاعتنا لمسلسلات رمضان، ولسه احنا مستمرين لمسلسلات رمضان، وخلاص رمضان داخل علينا، فاضله تقريبا بتاع اسبوع ونص ولسه في اوفيشال تريلرز ما نزلتش، ودي اكتر حاجه حرقه دمي لحد دلوقتي، ان انا بجد عايز انجز علشان لسه يعني خلاص رمضان داخل علينا ولسه ما خلصناش، وعايز اقرر بقى هتفرج على ايه. يعني لسه يعني النهارده يا جماعه هنتكلم على التريلر رياكشن بتاع مسلسل خلي بالك من زيزي، والتيزر بتاع مسلسل احسن اب. دول الاثنين المفروض هما هيبقوا الليدنج في الكوميدي السنه دي في رمضان 2021. يعني مثلا عايزين ندي بصة كده سريعة على المسلسلات اللي لسه ما نزل، اللي لسه ما نزلتش الأوفيشال تريلرز بتاعها، وده حاجة بصراحة مضايقاني جدا جدا جدا. قبل ما اخش على التريلر رياكشن، لسه في عندنا القاهرة كابول لسه الأوفيشال تريلر ما نزلش، لعبة نيوتن الأوفيشال تريلر لسه ما نزلش، أحسن أب برضو بتاع علي ربيع ده الأوفيشال تريلر ما نزلش. اللي احنا هنعمله النهاردة هو مجرد تيزر. كوفيد 25 ده بتاع يوسف الشريف لسه برضو ما نزلش الأوفيشال تريلر. كل ما نفترق برضو ما نزلش الأوفيشال تريلر لحد النهاردة، لسه مش عارف ليه، على الرغم ان كان واحد من المسلسلات الأولانية اللي نزلت التيزر بتاعتها. بين السماء والأرض نفس الكلام، ما نزلش الأوفيشال تريلر بتاعها. شقة 6 بتاع سيد رجب وشريف سلامة وروبي برضو ما نزلش الأوفيشال تريلر ولا حتى التيزر بتاعه، مش فاهم ليه. وفي مسلسل تاني برضو غالبا في ناس كتير ما سمعتش عنه اي حاجة، اسمه رهبة، فما عرفش اذا كان المسلسل ده هيبقى السنة دي ولا هيتأجل. هو بتاع فتحي عبد الوهاب وايتن عامر. مسلسل بتاع دنيا سمير غانم برضو نفس الكلام، ولا نزل له تيزر ولا نزل له اوفيشال تريلر، اللي هو عالم موازي. بس تقريبا ده كله على ما اعتقد، يعني على ما اعتقد ده كله. زي ما قلنا طبعا الملك احمس بتاع عمرو يوسف، طبعا المسلسل الكانسل مش هيبقى معانا في السباق الرمضاني السنه دي. مين اكتر حاجه انا متحمس اشوف الاوفيشال تريلر بتاعها السنه دي في المسلسلات اللي انا ذكرتها دي دلوقتي؟ هو مسلسل كوفيد 25 طبعا بتاع يوسف الشريف، وعلى فكره هيبقى 15 حلقه وهيتعرض ال15 رمضان، يعني هيتعرض من اول 15 رمضان لحد 30 رمضان، مش اول 15 يوم، لا ال15 من تاني شهر رمضان، وبعديه على طول لعبه نيوتن، لان اكتر تيزر حرفيا عجبني السنه دي في مسلسلات رمضان. مش عارف، بيزلونا والله، بيزلونا بالتيزرز وبالاوفيشال تريلرز، انا مش عارف في ايه. خلاص رمضان على الابواب حرفيا. يعني هنعمل تريلر رياكشن اول حاجه لمسلسل خلي بالك من زيزي. هو كان نزل له تيزر صغير قوي، يعني حتى هو ما يعتبرش تيزر قوي على قد ما هو كان يعتبر بروموشن لمنصه من المنصات اللي هتعرض مسلسلات رمضان السنه دي، اللي هي شاهد في اي بي. عاملين حاجه برومو كده ظريفه، يعني كام ثانيه حرفيا، تعتبر تيزر قوي برضو، بس ما تعتبرش برضو في نفس الوقت تيزر، يعني على قد ما هو كان بروموشن. الكاست ليست اتكلمنا عنه قبل كده، هو من تأليف مريم نعوم ومن إخراج كريم الشناوي. من الكاست معانا أمينة خليل، محمد ممدوح، بيومي فؤاد، وصبري فواز، ونهى عبدين، وعلي الطيب، وصفاء التوخي، وعلي قاسم، وكرم جابر. اوكي الكاست محترم يعني. طبعا كالعادة ما شفتش التريلر ولا مرة، حابب ان انا اتفرج على واحد من مسلسلات الكوميدي السنة دي اللي هتبقى موجودة في رمضان طبعا، لان السنه دي مش شايف اي في مسلسلات كوميدي خالص يعني، وتقريبا ده اللي هينافس مع مسلسل علي ربيع في الكوميدي يعني. طبعا كان عادي ما شفتوش ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره، يلا بينا. احنا محتاجين تحليل كده. جسمك هيستحمل ادويه هوغان تاني؟ هيستحمل. ما استحملش ليه؟ ايه اللي طلعني كده؟ دي قلبت بلطجيه اتهجمت على الراجل. هشام عسل ده راجل وطن، وانا عمري ما هرجع اعيش معاه في نفس البيت. راجل عاجز عن اداء واجباته الزوجيه. هو انت مراد الحرماوي؟ على فكره انت لازم تتعالج. ايه؟ اتعالج؟ الهنم عليك، اعصابها منفلته. ايه مين دي اللي اعصابها منفلته؟ زي زيزي دي بالنسبه للمزوق فريسه سهله. انت لازم تلاقيه حل. الكابتن تميت الستين يا قمر. اخد الباقي بعد كده.
اوكي يا جماعه، ده كان الاوفيشال تريلر بتاعنا في مسلسل خلي بالك من زيزي. بصوا مش عارف اذا كان هتفرج عليه ولا لا، بس بنسبه كبيره اه. هقول لكم ليه بنسبه كبيره اه، لان انا بصراحه مسلسلات رمضان بحب اتفرج ان شاء الله حتى لو على مسلسل واحد كوميدي، بس يكون كوميدي دمه خفيف، يعني ما يكونش كوميدي فقيع، فاهمين قصدي ازاي؟ يعني ما تاخدوش كلامي بحاجة وحشة، بس انا بحب يعني بحب الحاجات اللي افلام الكوميدي، مسلسلات الكوميدي، مسلسلات الكوميدي بالذات في رمضان تبقى حاجة لذيذة كده تتفرج عليها، يعني عشان برضو ما يبقاش كله كآبة. يعني حتى لو واخدين بالكم السنة دي مسلسلات رمضان هجمة مرتدة والاختيار وناس الاغرب ومش كله دراما، يعني عارفين انتوا لو في مسلسل كوميدي كده في النص يعني تفصل شوية من الدراما وتضحك شوية وبعد كده تيجي تكمل في الدراما، بس ما بقاش كله دراما، ما يبقاش ال 30 يوم كله دراما 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 دراما، اللي هو اخرج من رمضان اقطع شراييني، لا يعني فاهمين ازاي؟ برضو مسلسل كوميدي لايت كوميدي كده لذيذ يبقى في النص تضحك شوية، حتى لو مش افهاته المسلسل ده شكله مش افهاته واو او الكوميديا اللي هي الواو، بس يعني شوية شوية ابتسامة يعني تضحك شوية، يعني برضو عشان نفصل من الجو الدراما قوي يعني. تمام نسبة ترقبي للمسلسل هي 7/10، وده كان الاوفيشال تريلر خلاص. ما اعتقدش ان احنا هعمل حتى لو نزل له اوفيشال تريلر تاني، ما اعتقدش ان انا هعمل له تريلر رياكشن، خلاص هو بالنسبة لي ده 7/10 ده الاوفيشال تريلر. التيزر التاني اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة هو مسلسل علي ربيع، وهو مفروض هو المسلسل الكوميدي التاني التاني، هو مفيش حاجة تانية، هو علي ربيع السنة دي وامينة خليل هم اللي هينافسوا في الكوميديا احسن اب. الاول كان اسمه The Good Father وبعد كده غيروا اسمه لأحسن أب، الاول كان اسمه Good Father. والمسلسل تاني خلي بالك من زيزي، مفيش حاجة تانية كوميدي السنة دي يعني، وهو من تأليف أحمد محي ومن إخراج معتز التوني. نايس دي حاجة مبشرة، بحب بصراحة معتز التوني جدا. والكاست ليست بتاعنا علي ربيع، سامي مغاوري، أحمد فتحي، وهاجر أحمد، ومعنا كمان خالد عليش، أنا بحب خالد عليش، وأبرام سمير، وأوتاكا اللي هو محمد أوتاكا يعني. برضو أنا مش على فكرة المسلسل ده هيبقى 15 حلقة مش هيبقى 30 عشان برضو تبقوا عارفين، بس ما عرفش إذا كان المسلسل هيتعرض أول 15 يوم ولا ال 15 التانيين يعني. كان نفسي بصراحة ان هو يكون اوفيشال تريلر وخلاص بدل ما هو تيزر، يعني هنضطر نعمله اوفيشال تريلر لما ينزل، فبصراحة حاجة تخنق يعني، كانوا نزلوا له يعني اوفيشال تريلر وخلاص يعني، ما علينا. طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا ما هو تيزر ولا مره هشوفه معاكم دلوقتي، الاول مره تريلر بتاع مسلسل احسن اب، يلا بينا. انا الاستاذ عبد الحفيظ الغرباوي مهندس تاريخ، وبعدين بقى فوق في الحال دوت، وده مدثر ابني، صلي على النبي في قلبك يا انا، وانا قدك كده كنت بمشي عريان في الشارع. الواد ده موهبه فطريه بصحيح، اتقابلنا في المسابقه انا وانت. احسن اب رمضان يقرب كده، هو حرفيا بس كده التيزر ده كام ثانيه حرفيا، والله لو كنت اعرف ما كنتش عملته، كنت استنيت الاوفيشال تريلر يعني، حرفيا مش جايبين اي حاجه، مش عارف برضو مش عايز ابقى جادجمنتال قوي، بس برضو مش متحمس لمسلسلات علي ربيع. انا بصراحه مش من محبين علي ربيع، عشان برضو الناس اللي هتيجي تشتمني في الكومنتس، انا مش من محبين علي ربيع على فكره يعني في الكوميديا. انا الحاجه الوحيده اللي عجبتني لي علي ربيع وكان حرفيا يعني قتلتني ضحك كان مسلسل لهفة. مسلسل لهفة بالنسبه لي علي ربيع كان مفاجاه. تمام المسلسل الثاني الى حد ما اللي ضحكني، بس مش هو اللي ضحكني قوي، كان مصطفى خاطر، هو مسلسل عمر ودياب، كان لذيذ بس ما اتفرجتش عليه في رمضان، اتفرجت عليه بعد رمضان بكتير قوي كمان يعني، كنت حسيت انا عايز اتفرج على حاجه كوميدي، فاتتني مثلا من مسلسلات رمضان فقلت اتفرج عليه، بصراحه كان لذيذ يعني، ما كانش برضو درجه الكوميديا الواو، بس انا من وجهه نظري كان احسن من اتنين في الصندوق بتاع أسقص وحمد المرغني، انا من وجهه نظري. طبعا هستنى التريلر بتاعه عشان نعمله عشان مستني الاوفيشال تريلر بتاعه عشان نعمله تريلر رياكشن. طبعا مش هنقدر ندي نسبه ترقب لانه تيزر. بس دي كانت حلقتنا النهارده في رمضان في البيت على هوم سينما، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برده تعملوا سبسكرايب للشانل الثانيه اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، ولو حابين تعملوا لي فولو ولايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام هسيب لكم برده اللينكس في الديسكربشن، وباي باي.